والسلام عليك. صباح الفرفشه والنعناشه يا معلم. اهلا ابو الفرج افندي، صباحك مسكر وانت صباحك معسل. يا فكيه بالقوي يا حبيبي على كلامك الخفيف، وانا احب بطيرك الظريف. ناولني فطرتين ناول. اناولك عينيا، حياتي قلبي عمري. عمرك ده ما يتاكلش. يا فكيه بالقوي يا حبيبي الكبير والصغير. يكرمك ربنا، لو ان احسن طالع من الحمام ميت من الجوع. اتفضل بالهنا والشفا. شفاك الله. خد خدك وابور. ايه خدني وابور؟ لا على الحجاز يعني. ان شاء الله نكون سوا انا وانت. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سخنين عاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ يمكن الرزق بعته لنا ربنا. ايه عيل؟ لا حول الله. بس 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 بلاش فضايح، خليك مطرحك هنا وربنا يتكفل بك. الله يجازي. يجازي 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 يجازي. رب تنام يا دي المغلوب، علشان احطك هنا واقدر ازوب. رب تنام يا نور العين، معرفش انت جتني منين. رب تنام يا رب تنام. اهو كده سكتم بكتم. الله يهديك على مطرحك تاني. ديه دي انت رجعت تاني ولا لا ده انا بس زي اللي سمعت حد بينده عليا. لا يا شيخ، انت فاكرني ايه قدام؟ ده انا فموي طاير. ايوه، ما هي الطايره دي وقعت على دماغي. ها، ودماغك دي ما كانش فيها عقل يقول لك ان المشي الوحش حرام. لا، هو اصل ال ايه، انت ما عندكش ضمير. اللي زيك يعمل في الخفا عملته السودي، وعلشان ما يتخلص مني يرمي لحمه على جريعه الطريق، يحدف بيده فرزه كبده، ولا يخافش من عقاب الله. يا راجل اصطبح، استغفر ربنا، انت لسه جديد هنا ما تعرفنيش. اديني عرفتك بحملتك السودة دي. اتخلصت من المخلوق، تتخلص ازاي من الخالق يوم الحشر العظيم؟ تقابل ربنا ما نهويش وانت غرقان لششتك في المعاصي. بسمع. اسمع انت، اوعى تفتح بوك، خد الجنين وخش بستر وسلامة، ناخدك على الكراكون وخلي فضحتك للسما. لا سما ولا ارض. انا عارف انت طلعتلي منين. تعال انا وانت على الله بقى. اطلع. يعملوهم ويخيلوا. مخك اترج رج يا فرج رج. انت بتعمل ايه عندي؟ لا ما اصل اصل انا اللي اتلبخ. يا راجل ايه اللي مخبلك؟ اللي خبلني اصل اللي خبلني هو اللي خبلني. عيل يا مصيبة السودة. يا مصيبتي انا اللي سبحت جواك. انت جالك منين ده؟ تحت الارض. قصدي لما تبتاعك تتجوز عليا يا راجل وانا مش عارفه. استبحي يا وليه، مفيش كلام من ده. قول لي اسمع، ايه مرتي شكلها ايه؟ مسكينها من انت؟ بلاش توهم احيط في ايه. وانا هلفتني على الميه تجمد والناس تجمد، ما صدقت يا ضلال يا غشاش يا عليل السر. صوتي ما
تفرضيش علينا الناس للجيران تصحى وتبقى فضيحة. أهلا بابا. مساء الخير عليك يا نرجس. مساء الخير عليك يا بابا. انت يا بنتي لسه صاحية لحد دلوقتي ليه؟ امال عايزني يجيني قلب انام واسيبك انت تخبط؟ يا روح عليكي، واللي انا متجوزها دي بتنام ويا الفراخ؟ جنينة مسكينة يلزمها الراحة، لما اروح على بال ما تقلع اكون جهزت العشاء. لا تعالي تعالي قلب، تعالي تعالي قولي لي بقى عملت ايه وايه 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 النهارده؟ شوف يا سيدي، لما جيت من المدرسة كنست ومسحت ومسحت جزمتي وجزم الست اعتدال. ست اعتدال؟ اختي. ايوه. وحد في الدنيا بيقول على اخته ستي؟ انا مش قلتلك 100 مرة ما تقوليش الكلمة دي؟ لكن. لكن ايه؟ هي على راسها ريشة وانت على راسك مقشة؟ نينا هي اللي منبهة علي ان اقول كده، تزعل مني بعدين. تزعل ولا تعض في الارض؟ من هنا ورايح مش عايزك تجيب الكلمة دي على لسانك ابدا. لسانها ينقطع ان بطلتها ولسانك انت كمان فوقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بيقولوا ما بيطلعوش ليلة الجمعة. هي ما شاء الله، دي التربية اللي حضرتك بتربيها لها، وانت يا مقصوصة الرقبة مبسوطة ومفتحة ودانك قد كده. انا يا نينا. امشي الجري خشي جوه. حاضر يا نينا. لا حول الله. بقى اسمع، انت البنت دي ما تتحشرش في امرها ابدا لطين عشتك. مهم طينة هي ناقصة طين؟ ست اعتدال، والستطية دي لزومها ايه؟ ستها وتجرسها وست اللي يشدد لها كمان. نرجس ما تيجي تنامي جنبي. نينا صاحي ما تخافيش. لا لا احسن تموتني. طب انا الحمد يا تنتين للجلابية تطلع قصيرة عليك. تعمل ايه يا نينا؟ لقيت الكلب يا عين امك بيقفقف من البرد، صعب عليا بعمل له جلابية تدفيه. والجلابية دي مش اولى بها اختي نرجس؟ مش هي كمان بردانة وبتقفقف؟ الله الله، من يا بنت علمك الكلام؟ يعني الكلب عندك اعز من اختي واعز من ابوها كمان. بكرة تنبه عليه ما تقولوش راخر الا يا ستمتم يا فندي. نعم هتبتدي تقر، ولما بسلامتها محتاجه لهدوم ما بتبيعلهاش ليه النرجسه اللي في صدرها وتشتري لها بيه. النرجسه؟ انت دائك وداء النرجسه. انا مش قايل لك من زمان النرجسه دي يستحيل تتباع ولا تتخلع من رقبتها ابدا؟ الحمد لله يا رب لقيت. مبروك يا نرجس. الله محمود اتخضيتي. صحيح اتخضيتي مني يا نرجس؟ قد كده انا بخوف؟ نرجس اعتدال. عايز حاجة يا محمود؟ فين نرجس؟ بتكلمي مين يا بيت؟ دي حميده اللي انا خدمت الجيران كانت بتسالني عن الساعه. الا قلت لي الساعه كام يا دلعاد يا ست اعتدال؟ الساعه 11 يا حميده. 11 ساعه وهنا عليكي يا روحي. هي فين اللي تنقرس نرجس؟ راحت السوق يا نينا. كل ده في السوق بموتها اللكعيه، نهارها اسود النهارده. اسمعي يا حميده. يا حميده وحياتك تخطفي رجلك لغايه السوق تستعجلي اختي نرجس. عيني يا روح يا مخليتي. بسم الله الحفيظ، عامل كده ليه؟ هاتي بوسه يا امه. صباح الفل يا فل، اهلا بزيت الكل.
هتلمع البنور وملى المحل بخور يحميك من المقدور وعين حسود الطلق. يا ميت صباح الكل 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 يا ميت صباح الكل يا كل اهلا بست الكل 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 يا ميت صباح نادي يا عز أهالينا يجعل صباحنا صباح هادي ويحمينا في البيت. ليه كفى على الشر؟ علشان اتاخرت دلوقتي. هو انا لحقت؟ طب يلا بقى اكفي الشر، ربنا يفوت النهارده على خير. يا رب تديها طولة البال يا رب. اقول لك الحق، امك دي شرانيه تستاهل الحرق. اخصى عليك يا محمود، اوعى تقولها مره ثانيه احسن ازعل منك. ليه بتحبيها قوي؟ هو في ايه في الدنيا اعز من الام؟ لما تكون حنينه مش زي دي شرانيه دايما تضربك. ومال بتربيني، هي تربيتي مش مسؤوله منها؟ اشمعنى ما تربيش اعتدال بالطريقه دي؟ طب ما انا ابويا بيحبني اكتر منها. ابوكي بس، الدنيا كلها بتحبك. وانت كمان. انا؟ انا لا. كذاب، انت اول. هات بقى صورتك بعافية. على فين راح فين؟ هشوف في المطبخ. لا لا لا، المطبخ ما عادش يبقى ينفع ابدا. وبعدين بقى اشوف في السطوح. طيب احسن. امتى؟ الحد اللي جاي. الحد الجاي كتير قوي. اصل الغسيل عندنا يوم الحد. الغسيل يوم الحد؟ ايوه. طيب فقصة. يوم الغسيل. فقصة. يوم الغسيل يا حبيبتي. الله الله، الكلام ده ايه بقى؟ امبارح كان فيه ورده بيضه مفرعه. يا نينا، هو فيه ورده بيضه تطلع في وسط ورده احمر؟ عجايب، بتكدبيني يا بنتي؟ ده انا شايفاها بعيني. خلاص اذا كان فيها بقى انا اللي خدتها. لا، الترقيع ده انا معرفوش، القطفه دي مش قطفه ايدك ابدا. يا اخواتي ايه التلكيك ده بس؟ هي قطفه الايد بتبان كمان. العوافي يا نينا. جيت يا وش النكد، السوق ده فين؟ في بلد تانية؟ الورده البيضه اللي كانت هنا راحت فين؟ ما شفتهاش وحياتك. ايه يعني؟ عفريت خطفها ولا قطعت نفسها؟ انتي لازم سرقتيها. انا بسرق يا نينا. لا يا شيخة، خشي في عيبي خشي. والاتناشر قطاية بتوع امبارح نقصوا تلاتة راحوا فين؟ خرطتهم انتي على السلطة. سلطة؟ طيب والليمون الحلو بتاع اول امبارح؟ اول امبارح، اول امبارح ما كانش عندنا ليمون، ده كان عندنا موز. كان عندنا موز، كان عندنا ليمون، اهو نقص واحدة وخلاص. ما انت وكلتها بايدك للكلب. كلب؟ يا اخي ده الكلب لما ينتش قفصك. يا بنتي انت هتجننيني، هتجننيني. نينا نينا تجننيني، تجننيني يا نينا. مش بالشكل ده. ايه ده؟ ده القلب على القلب رحمه. يلا انت جوه، يلا من قدامها. ودي بلوت ايه يا رب اللي اتحدفت عليا دي؟ اه يا ناري، وانت كمان بتشديها من ايدي جدك. استغفر الله العظيم يا ربي. هيستغفر لك من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ مال بقى؟ اسمع، انا مش قاعده في البيت ده طول ما فيه البت اللي انت لاممها من الشوارع بنت الحرام دي. لطفك يا رب، عفوك يا رب. بقى مش عيب عليك يا وليه تنطق الكلمه المؤلمه المجرحه دي؟ مفيش خوف من ربنا؟ دي الوصيه اللي وصيتك عليها
ده العهد اللي تعهدتيه قدام ربنا وقدام الجيران والحيطان واللي فوق واللي تحت. شوف تطول تقصر تعمل بتاع حكم بتاع مواعظ انا مش طايقاها مش طايقاها يا اخواتي. لا حول الله يا رب، راضيه بالهم والهم مش راضي بيها، ده بزياده عليها الكنس والمسح والاماره والشتيمه. حرام عليكي، كفايه عليها رميتها في المطبخ المسكينه. بقى اخواتي كلكم على دماغي انا عليا وعلى بختي. وبعدين معاك يا محمود الحب مفيش بعدين. انا مش قايله لك بلاش مطبخ؟ ورديت على اشارتي ليه؟ يعني عاوزني اكسفك؟ لا اسمعي بقى، انا جايلك في مسالتين. لا في عرضك مساله واحده بس. مسالتين. مساله. مسالتين. مساله. مسالتين. مسألة. مسالتين. طب قول الاولانيه. الاول جاي اطمن عليكي بعد الزعيق اللي سمعته من امك. الحمد لله ما حصلش حاجه. طب الاولانيه خلاص والثانيه ايه؟ قول الثانيه الامتحان بتاعي. الامتحان؟ ايوه، عاوزك تدعي لي من جوه قلبك اني انجح في الامتحان. تنجح في ايه؟ انت مش خدت التوجيهيه السنه اللي فاتت؟ لا دي حاجه اقوى من كده بكتير. خدي اقري. مطلوب مطرب شاب مقبول الشكل بمرتب مناسب، فمن يرى في نفسه الكفاءة فليتقدم إلى مسرح أموزيس. إيه رأيك؟ ربنا ينجح ما قصدك يا محمود. من قلبك؟ لا من بقي. يسلم بقك. وإن كان من قلبي يبقى يسلم قلبك. خطر خطر، انزل انزل أوام. ما تنسيش معاد السطوح. طيب طيب الغسيل يوم الحد. أيوة أيوة خلاص. اديني إيدك أبوسك. لا لا انا في عرضك لا يا صدمة مرفوعة. مش نازل لما ابوس ايدك يا مصيبتي. هاتي. طب خد. يا سلام. تعملي ايه يا بيت؟ بنفض الحتة السودة. اصل الحتة السودة يوم ازعي كده يا بنت وانا طرشة. التراب بيلزق قوي في الحتة السودة. في الحتة السودة يا بنتي. ما انتش خايفة على حسك؟ اخصى عليك يا اعتدال، لبشت جتتي وما كنت اسيبك انتي وهو مصيورين وعقلكوا ساح. ونبي ما انا عارفه اتلم على جسمي من الخضه. انهي الاخف، الخضه دي ولا خضه نينا وهي داخله عليكي؟ كان زمانها الوقت بتكسر الصحون فوق دماغي. والنبي تعملها. بوسيني بقى، انا شاطره ولا لا؟ ما عدمكيش يا رسول الهنا. يا شربات خد خد يا عدوله. ايه خد اقري هنا. يعني ايه ولا فاهمه حاجه؟ محمود ماله؟ هيشتغل مغني. بتتكلمي جد؟ طبعا. يبقى بختنا كويس قوي، هنتفرج عليه ببلاش. يا رب نظره شيخ الحرم دست الشمع يا سيدي زين غيره. ايوه انا دور انا. ايه ده؟ اتفضل. اما بارد صحيح. الحيه اسات تعبان وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت يا حبيبي كمان. اعوذ بالله. من ايه بقى؟ من صوتي؟ صوتك والحيه وبواخد غرامك وكل حاجه. امشي برا برا برا. انت هنا الناس ما يجيبكوش العجب ولا الصيام في رجب. الفنان الاصيل ملوش بخت. وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت. نجيب غيره؟ لا بس غنيته نفسي بزياده النهارده. حاضر. بزياده بزياده. حاضر. خلاص كفايه كده النهارده غنيته نفسي المدير. طيب وانا توريني عرض كتافك. يعني ايه؟ يعني تيجي بكره. هم كان بكره؟ انا كل يوم باجي هنا ومعطل نفسي كده. اتاري بقى مصالح البلد متعطله، مكلف خاطر سعادتك والوقت من ذهب.
انت بتقطعني يا اخي قطعت مرقبتك. انت مش زي الباقيين ولا من زاوية الحيثيات حضرتك. اتفضل انكشف وتبقى تشرف بكره. ولا اسمع ما تشرفش يكون احسن. يلا 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 اخي. اسمعي يا بودا، اذا حد سال عني انت عارفه اللايحه الداخليه، الجنس اللطيف، عندك نمرة التليفون، ما عدا كده انا مش هنا مسافر. حاضر اختار بقى. ميرسي يا بودا ميرسي. يا قاضي الغرام شفتش في الهوى اتنين في الغرام اتهنوا سوا زي انا واللي ببالي ببالي. يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي. يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. شفت ازاي حبيبي في الدم الشربات وجماله اللي بايدي حكتب فيه روايات واقول له بقيت له وبقالي وحلفنا عالحب الغالي واقول له بقيت له وبقالي وحلفنا عالحب الغالي. لا يخني في هوايا ولا خونه في هوا مهما يقاسي معايا ولا قاسي معاه ولا قاسي معاه زي انا واللي ببالي ببالي. يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي. يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. يا معاد الغرام وحياتك حرام لو تفضل معديه ده الحب الحياة والجمال لولا ازاي تشعر بيه. اعرف سر هوايا وانت تغني معايا اعرف سر هوايا وانت تغني معايا زي انا واللي ببالي ببالي. يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي. يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. ما كانش قصدي. لا قصدك ولا حاجة، ده انت صوتك غطى على قصدك وعلى رزايلك وعلى كل حاجة. يعني عجبك جدا اوي. ايه؟ 10/10 11 على عشرة. تبقى تيجي تشوفني. ايوة تبقى تيجي تشوف. انت بكرة بكرة بكرة. ايوة هي بكرة. عرض بكرة هقابله بكرة وبعد بكرة ومن بعد ده بكره الحد بكره الغسيل. يا سعاده البيت بكره عندنا غسيل والله العظيم. حد وغسيل. يعني انت مش هتخلصيني من كتاب الشاطر حسن ده؟ اسكتي يا نرجس، كل ما اقرا حكايه الشاطر حسن مع بنت السلطان اقول يا رب تبعت لي عريس من جنس الشاطر حسن. ايوه بس ديكها بنت السلطان مش بنت ابو الفرج افندي اللي في شركه البطاطس. لا بالبطاطس ولا بالجواهر وحياتك، ركك على الاسم. صحيح، بس المهم دلوقتي يا ست اعتدال.
تشيلي لي هدومك شويه. انا هدومي ده انا لسه لابساها من الصبح. وماله النظافه حلوه يا عبيطه. النظافه ولا مقابله محمود فوق السطوح هي اللي حلوه. ما تختشي مال يا اعتدال. تعرفي ان مالوش حق. مين الغسيل؟ الله ينشف ريق الناس ولا ينشفش. اعتدال ده حقه يتاخد في من ثلاثة من العتاب المنقي. عتاب يلعبوا على المشابك يطوحوا على حبال الهوى. لا يا اعتدال انت بقيتي جريئة قوي. وينفع في الحب الا الجراءة يا عبيطة؟ انت مش بتحبي الغسيل والغسيل بيحبك. طبعا طبعا. خلاص تتجوزوا بعض يعني؟ بس هتلم وشي واروح اقول له. وليه لا؟ هقول له ايه؟ اقول لك انا انت وانت الغسيل. اهو كده بسمع هنا يا غسيل. يا زهرة حبة عيني الغسيل. انا ما ينفعنيش الكلام اللي كله رغاوي ده. ما اقدرش على الغلية اكتر من كده. ان كنت عايزني صحيح روح اطلبني من السبت الكبير. ها؟ والسبت الكبير ده يبقى مين؟ ابوكي. يجازيك يا اعتدال لما انت بالشكل ده يتلم الحال على بعض. يا اختي هاتي بابا. يا ميت صباح نادي عز أهالينا يجعل صباحنا صباح هادي ويحمي. يا نينا يا نينا. ايه يا اللي تنقرسي؟ خلاص يا نينا والنبي تيجي تشيليني يا اختي. اللي ما بتنهدي ولا حسك بيسكت من البيت ابدا. تملي زعيق وصريخ حرام عليكي. ما انتش مريحاني في عيشتي منك لله يا بعيده. اتنيلي شيلي شالك شيل اعمى. يا اختي ما تمدي. انت ماشيه على قشر بيت. انا عارفه امتى ربنا حيريحني من شبكتك. كان يومك اخبر. عوافي يا نارك. يا عفيك يا كبدي. ان شاء الله ما كان حد غسل كل ده على دماغك. هاتي عنك هاتي. والنبي تسيبيها يا ست امينه بلاش عطله. هي مش لسه نغنوغه صغيره هتاخدك عليها الحنيه؟ يعني كانت خلاص ضربت هدوم الفرح. يا بنت امتى والنبي ما حد نشرهم الا انا. ما تاذينيش وحياه ابوكي. انا مش تعبانه ابدا. السطوح يعني قصدي اقول لك السطوح. فات يوم والتاني وادي التالت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني وادي التالت. فضلت اول يوم استنى واتمنى اشوف حبيبي الروح معايا واتهنى. الظهر اهو فات والعصر وراه والمغرب فات وانا بستناه. السهرة طالت والدنيا نامت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني وادي التالت. وات يوم مر نهاره وانا قلبي حيولع من ناره. يكونش مسايل فيا وقصده يتلاعب بيا ولا العيون منعته عني ما خلتوش يجي يقابلني. الشك حيرني وبعده جنني. الشك حيرني وبعده جنني. ومن يقول لي ليه غابت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني وادي التالت. مالك يا بنت اتسمرت كده ليه؟ ما تنجري تخش جوه. ضربه تاخد اللي شكلك. ايه حاجه تضحك؟ كده خلت امينه تعملها فيكي وتطيب ما قابلت السطوح من ايديكي.
انا عارفه قال يعني ما تمسكهاش الحنيه عليا الا دلوقتي. هو جزاها يا نرجس انها بتحبك يا ستي. حبيتها العافيه بس مش في السطوح. انت والشهاده لله حبوبه عند الكبير والصغير، وده كله انت اللي جايبه لروحك. مين قالك تطلعي حلوه؟ خلاص تستاهلي يا ستي. يا ريت وحشه ولو النهارده بس. يا نرجس يا نرجوسه يا نرجيسو بتنتهلي بتنتهلي. مالك يا بنت بترمحي كده؟ على فين؟ خالتي امينه بتنده عليا من فوق يا نينا. علشان ايه؟ مين عارف يمكن وقعت اتزحلقت اساعدها اسندها. عندك شباك المنور اساليها مني. يوه دي حاجه تجنن. جني لما يلخبطك. اللي بحبه ده دلعه يجنن. يا عفريت لما يا خالتي امينه عايزاني اطلع لك السطوح؟ يسترك تناوليني كيس المشابك. هلا انا اهو. اديها المشابك شبكه في عينها رخرة. اسمعي. نعم. وانت طالعه اسم الله تتمختري خدي في ايدك اكل الفراخ واكل الحمام واكل البط واكل الوز واكل كل حاجه. ايه يا اختي ده؟ انت يا بنت بتدلعي؟ لا يا نينا بس قصدي اقول لك يعني اي خدمه تطلبيها. اشكال. خالتي امينه خالتي امينه. خدي هاتي يا روحي. انت فتحتيلي يسلم بقك طلعتيلي كتر كتر الف خير. انا اشمعنى البز ده كله؟ هو ترى ايه؟ بحبك بحبك. يحبك العبد والرب يا اموره. يعني انت لما طلعت هنا ما لاحظتيش حد ابدا؟ حد مين ابدا؟ امال انا زي اللي سمعت يعني بقى بقى يعني ما لقيتيش حد فوق السطوح تحت السطوح جنب السطوح يعني ما لقيتيش حد ابدا. مالك مش على بعضك ليه؟ حد مين يعني؟ زي ما تقولي واحد حرامي يسرق الغسيل يسرق الفراخ. قولي كده لو انتوا سبق السراته. لا ما سبقش بس يعني الواحد لازم 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 يحترس. عندك حق. طبعا اذنك لما اروح اوكل الفراخ بقى. لوك 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 لوك. ياما ما زعيش انا محمود. احس عليك يا محمود خضتني. لكن قول لي قبل انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الحته دي. خفت من صاحبتك اللي بتنشر دي اللي تفتن عليا. الحته دي دخلت. يا حيل يا مكر اللي ما يغلبكش غالب. الا الحب هو اللي سكنني في عشه الفراق. هو اللي كسر جناحاتي. الله الله نرجس انت بتكلمي حد؟ ايوه يا خبر. انا بكلم الفراخ. هاتي بوسه بقى لما تدعي. انا جيلك مسالتين. انت عمرك ما تجيني الا في مسالتين. لا قول مساله واحده. مسالتين مساله واحده. مسالتين مساله واحده. مساله واحده. طب قول المساله الاولانيه. تياتر ام موزيس اللي انا بشتغل فيه محتاج لمطربه. في وسط كلامي مع المدير جبت له سيرتك وقلت له ان اني ايه؟ انت اتجننت يا محمود؟ سلامة عقلك. انا اشتغل بالتمثيل؟ حق دي كانت نينا. يا شيخة ما تاخديش بالك من كلام نينا. لا لا ما اقدرش. جو الفنون يا نرجس ما عندكيش فكرة بيسعد قد ايه. شو هتحظي مع المطرب او المطربة يطلعوهم من السما. مجد شهرة فلوس. اهو انت عيبك يا محمود انك خيالي اكتر من اللازم. قلت لك ما يمكنش. ها والمسألة التانية هي ايه؟ المسألة التانية مش من اختصاصي انا. الست امي هي اللي هتبلغها شخصيا للست امك. والليلة بالذات جاي عندكم في البيت. خليكي كده شبي ولبي. يا سلام يا اعتدال لما تحبي تتريقي. وهي ست ام محمود اللي انت مستنياها دي هتقوم تيجي بالليل؟ وليه لا؟ على كده انت لازم وضبتي امورك وياه. يا بختك يا نرجس صبرتي ونولتي. عقبالك يا اختي. ما ظنيش ان الاقي شاب زي محمود. على العموم ربنا يهنيكوا ببعض يا نرجس. محمود ده لازم هي. صلاة النبي على رجالة البيوت. ايه اللي اخر جنابك لحد دلوقتي؟ كفاية بقى انا في عرض امواتي تنك تقوقي ليل ونهار بالنكد والخناق لحد ما جبتي للنحس. ليه اسم الله؟ كان عندك العمارة وبعتها ولا الابعادية ورهنتها؟ لا الوظيفة وسبتها. وظيفة؟ يا خبر مطين. بتقول ايه يا منيل؟ بقول ان اترفدت من الشغل يا منيلة. وعشتنا ومصاريفنا وبلاوينا المتلتلة. الامر لله. شركة توريد البطاطس علشان ان الحرب انتهت قفلوها في وشنا.
وفكرك يعني ان ابواب السماء الاخرى هتنقفل ولا الاشغال هتخلص من الدنيا؟ من جد وجد. وده نكد اهدى يا رب اللي ما كانش على بال. لاجل ما يعجبك كل حاجه اترفدت منها الا خلقتك، ما فيهاش لا رفت ولا طرد ولا على المعاش حتى. باسمع انت تتسد وتخليني ساكته احسن لك لرفدك من الدنيا كلها. الارزاق على الله، وفي حد بيبات من غير عشاء؟ انا راجل مسالم وقلب طيب، وبيني وبين ربنا عمار والحمد لله، لا عمري اذيت حد ولا افتريت على حد. هيأذيني ليه؟ والله جاب الله خد ويجيب وياخد لحد ما نحط دماغنا. يا دي المصيبه، نكد ايه ده بس يا رب؟ جو الفنون ما عندكيش فكره يسعد قد ايه يا نرجس. فلوس فلوس فلوس. ايوه دلوقتي فلوس. لازم اشتغل فلوس، لازم اشتغل بيقول لك اتفضلي عنده يا فندم. جوه؟ لا لا قول له ما تقدرش. ما هو كمان ما يقدرش يجي بره يا فندم عشان لابس هدوم التمثيل. طيب معلش استناه هنا. على كيفك يا فندم، انا هبلغه. سامحيني مش تبي تفتحي وانت ماشيه، انت ليك عينين. اهدي انا اعتذرت لك وخلاص. الله. نعم. في ايه؟ من فضلك يا مدموزيل سؤال صغير. اتفضلي. النرجسه اللي على صدرك دي مالها؟ جبتيها منين؟ ما اعرفش. ما اشتريتيهاش من حته؟ ما اشتريتهاش، طول عمرها في صدري. طيب من فضلك سؤال كمان ولو فيها. مش هنخلص، اتفضلي. الا قوليلي امك وابوك موجودين؟ الله ايه السؤال الغريب ده؟ هو غريب فعلا لكن انا يهمني اعرف. طبعا. محمود. محمود مين الست اللي وياك؟ لا اعرفها ولا تعرف، عمالك جر معايا في الكلام وتلاقيني من ساعه ما شفتها وانا عندي من ناحيتها شعور غريب. غريب يعني ايه؟ ما اعرفش، زي ما تقول خايفه منها. خايفه منها يا شيخة؟ دي باين عليها ست طيبة أوي. يمكن. أما أنت ليكي أفكار. على كل حال مش عايزة أستنى قدامها. شوف شوف هتاكلني بعينيها إزاي. تعالى تعالى نقف بعيد. طورينا نقف بعيد، تعالى نخش جوه. برضه كويس. اسمعوا من فضلك. يا فندم. مين البنت اللي دخلت جوه دي؟ والله يا فندم ما أعرفهاش. ليه؟ هي مش بتشتغل هنا؟ لا يا فندم ما بتشتغلش. الحمد لله. ميرسي. العفو يا فندم. نرجس انا سعيد قوي انك قبلتي تشتغلي وياي. قبلت يا محمود، لكن انا ما اخبيش عليك اني نرجس الطبيب في عيادته، المحامي في مكتبه، كل واحد من دول بيساهم بنصيبه في اسعاد المجتمع، والممثل او ممثله مجهودهم في اسعاد المجتمع ما بيقلش عن كل دول. يعني انت عايز تعمل الحكيم اللي بيداوي زي الممثل؟ وليه الروايات والعبر والمواعظ يا نرجس لما يقدر يديها الممثل من صميم روحه يبقى بيدي العقول الضعيفة والنفوس الشريرة الدواء الشافي اللي الطب ما اخترعوش لسه. يعني انت في الضماير والاخلاق تبقى الدكتور محمود. احب انك تقوليها بإيمان وتعرف ان عيادتي هي مسرحي وادويتي هي الحاني والرشدة بتاعتي هي تذكرة الدخول، وانك هتدخلي تمرجية صغيرة وتخرجي دكتورة كبيرة. تعالي على حكيم باشا. تعالي حكيم باشا. اعوذ بالله. المدير مدير الفرقة كلها راجل زي السكرة يتحط على الجرح يبقى. لا ده انت اندمجت في العمليات قوي. محمود انا خايفه. ما تخافيش، انا متاكد انه لما يسمع صوتك. صوتي؟ هو انا هغني؟ هتغني، ده انت هتغني له وتغني لابوه كمان. خش. نهارك سعيد يا سعاده البيت. قلبك استاذ محمود. اظن حضرتك تفتكر اني كلمتك على مدموزين نرجس وقلت لك ان صوتها هي حضرتها؟ ايوه.
حلوة أوي، حلوة أوي، جميل، بديعة، مدهشة. أظن وقت ساعتك يسمح بخمس دقايق بس عشان نسمع صوتها. خمس دقايق بس؟ خمس ساعات، خمس أيام، خمس سنين كمان لو كان الشيء اللي قلته صح. مدموزيل، ليه ما بتتكلميش؟ الأستاذ خلانا نشتاق لصوتك، يلا سمعينا، غني، لعلعي. أظن الأوفى نسمعها مع الأوركسترا. الله، عندك حق. أيوة. استق، حصلكم، يلا مدموزيل. أنا خارج. عايزة حاجة؟ عايزة محتاجة؟ لا، مع السلامة. مع السلامة، مع الندامة، ده مش بيتصل. حاضر. يلا لا عندلت واستعدي. مالك بتلعبي شفافك ليه؟ أقرأ الفاتحة. إن شاء الله سرها باتع. يلا يا مسترو. يلا يا ناني قولي وغني، يلا يا ناني قولي وغني. لا 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 مش راح اغني. اوعي تكوني مكسوفة مني. انا مكسوفة من الوسط الفني. غني وانا امسك لك عالوحدة، ووري الناس الفن وسحره. يلا يا ناني ابعد عني علشان خاطري، مش راح اغني، مش راح اغني. انا مش عارفه ليه متاخده وشايفه الناس حواليا تكاتروا. اصلي يا نوري العين مش واخده اني اغني في وسط تياترو. جمدي قلبك بكره هتاخدي شويه شويه، بكره يقولوا عليك فنانه قد الدنيا. يلا يا ناني ابعد عني علشان خاطري، مش راح اغني، طب راح اغني. بذمتهم كلهم وبذمتي انا كمان. ايوه
الساعه 1:30 يا هانم، حنستنى ولا نمشي؟ لا لسه حنستنى شويه. طيب مبروك يا نرجس. ميرسي يا محمود. ما تعرفيش قد ايه انا سعيد بنجاحك. هنبقى قدام بعض مع بعض ويا بعض. البركه فيك يا محمود. انت مالكيش مسير في العالم. شوف المديره اللي سامعه. حاجه لطيفه قوي. بص علي. نعم. شايف البنت والولد دول؟ ايوه يا فندم. وراه بسرعه. حاضر. والله زمان انت يا اختي لا بقيتي تزورينا ولا تسالي علينا. مشاغل يا اختي وانت عارفه الدنيا تلاهي، هو انا استغنى؟ الغنى بالله يا حبيبتي. اختي عبدان افرحي لهنيني. ست ام محمود هنا معانينا. والنبي بقى انا يا ستي دلوقتي جايه لك، حذري علشان ايه؟ خير ان شاء الله. وفوق الخير محمود ابني بعتني مخصوص عشان اخطب له بنتك. يا سلام، ده انت لما تيجي على حبابي عينيا الاثنين، ده يوم الفرح ويوم الهنا ويوم السعد. اعتدال بنتي مسعده من يومها وهو رخر مسعد. لا انت مش فهماني، احتدال ربنا يحرسها قمر ويا هنا اللي ياخدها، لكن انا جايه لك علشان اختها. اختها؟ اختها مين؟ نرجس. نرجس؟ لكن نرجس دي مالها؟ دي مش اختها ابدا. يا ندمتي؟ يا ندامتك يا نيبتك، اهدي الحقيقه اللي بقولها لك. نرجس لا هي من دمنا ولا من لحمنا، دي حيالله جوزي لقاها لقيطه في الشارع. لقيطه؟ يا ندمتي انت بتتكلمي جد؟ ايوه جد. صحيح هي اتربت مع اعتدال بنتي من صغرها. على كده دي تبقى بنت؟ بنت اللي هي بنتهم بنت. النهايه ربنا على عبيده ستار، ما تخليناش نتكلم في حق الناس. لقيطه رحمتك يا رب. نرجس ما تصدقيهاش، دي كدابة، أمي كدابة، إزاي تصدقيها؟ ما تبقيش مجنونة، أنت أختي أختي أختي. كنت فاكرة من الأول يا ريت ما انكشفوا السر المخفي واستنيت على جهل الآخر. لا أعرف أنا مين ولا فهم جيت منين. لقيتها لطفك يا رب. نرجس أختي أختي، ولا تنسي بنفسك لبنت زي مجهولة ملهاش أب ولا أم. نرجس أختي أنت ما يفرقنيش عنك شيء في الوجود، الناس مش بأهلها، بنفسها بأخلاقها. نرجس سوى رديت أمي ولا ما ردي، أنت أختي أختي. مالكو كفلنا الشر، بتعيطوا ليه؟ تعالى شوف نينا بتقول إيه. قالت إيه يا ترى؟ قالت إن نرجس بنت بنت ابو الفرج، وهتفضل طول العمر بنت ابو الفرج، فاهمه؟ ايدك ابو سهو. قولي كملي، عايز اسمع منك كلمه بابا. وانا ليا مين غيرك يا بابا؟ ايوه بابا بابا، ولحد اخر العمر بابا. والحب الغريب أنا بالله.
مجهولة يزري بها جرح الضمير، طفلة ألقى بها الدهر على شط مرير. لا أب نحن ولا أم تغني في سرير. بموتي كن بشيري، أين أمضي؟ ليتني أمضي إلى يوم الأخير. لست أدري ما مصيري وإلى أين مسيري. رشاد، العمر ما فضلش فيه قد اللي فات، انا خايفه على روحي. من ايه بس يا دريه؟ انا مش فاهم الحكايه ايه. الحكايه سر خطير حيمزع قلبي لو كتمته. وتكتميه ليه؟ ما تقولي عليه وتريحي نفسك، الا اذا كنت شايفه ان السر ده ما يخصنيش. بالعكس، ده يخصك انت زي ما يخصني تمام، وترجع ذكراه لايام شبابنا، ايام غرامنا اللي كان مجنون وحبنا اللي كان اعمى، خيام ما عملت عملتك وسافرت على أوروبا. ورجعت من أوروبا وكان أول حاجة عملتها إني صلحت غلطتي واتجوزنا بعض والحمد لله. لكن ثمرة حبنا ده كانت بنت. بنت يا رشاد. بنت؟ ليه؟ أنت كنت إيه؟ أيوة. وليه ما قلت ليش؟ ما عرفتش إني حامل إلا بعد سفرك. والبنت دي جرالها حاجة؟ أنا ما بحتلكش بالسر ده إلا بعد ما لقيتها، بعد ما عطرت عليها. لقيتيها؟ صحيح الكلام ده؟ ايوه، لقيت بنتنا، شابه جميله، مفيش اجمل ولا اظرف من كده. لكن ازاي اتاكدت انها هي؟ شعوري حدفني عليها، قلبي لوحده رماني ناحيتها، حسيت ان كل جوارحي بتقول لي دي بنتك، بنتك يا دريه. وليه ما يكونش مجرد وهم؟ لا، النرجسه اللي كنت هديتها لي لقيتها متعلقه في رقبتها. امال ايه اللي في صدرك دي؟ دي شبيهه لها، عملتها لما عرفت انك رجعت من اوروبا. وهي فين دلوقتي؟ ما جبتهاش معاكي ليه؟ مش من السهل، انها عايشه مع ناس بتعتقد انها بنتهم. والحل؟ ده اللي لازم نفكر فيه سوا، عشان بنتنا ترجع لنا ونتهنى بيها. عندك؟ اوعي تتحركي، ارفعي ايدك فوق. محمود الله اهدى. تعالي يا هرابة، انت كنت فين وما جاتيش تياترو؟ انا كنت مش قادر اكملي. محمود انت بتحبني؟ ليه يا شيخ؟ ودي عاوزه كلام. وتحب تخدمني مش كده؟ واخدم ابو اللي يخدمك. طيب لو طلبت منك طلب تنفذه؟ اطلبي الشمس وانا اطلع اجيبها لك، اطلبي القمر وانا الفهولك في ورقه واقدمه لك على صينيه قهوه. لا كتر خيرك، لا هتطلع ولا هتلف، بس كل اللي انا عايزاه منك خدمه واحده. لازم خدمتين. لا واحده. اتنين. واحده. اتنين. محمود يا روح محمود، يا عقل محمود، اطلبي اللي انت عاوزاه. قلبي الله كان هنا. انت مخبيه يا عفريته. بلاش هزار وحياه ابوك. اذا كنت علمتني بحياتك كنت سمعت كلامك. طب وحياتي؟ هات السكينه وانا اطحهولك واطلعهولك بره. لا بعد الشر، انا عايزه قلبك سليم زي ما هو، تقدمه لاعتدال اختي. ايه؟ مين اللي بيهزر بقى؟ اسمع يا محمود، انت تعرف ان العيله دي لها افضال وجمايل عليا ما تتعدش،
وانا بدي ارد لهم جزء من جمايلهم دي. طب بس بايه؟ انا معاك بكل حاجه. ما تسعدهمش حاجه اكتر من جواز بنتهم اعتدال. طيب وانا هدور لها العريس، هدلل يا اللي تتجوز يا اللي تخطب، هنادي؟ تنادي على روحك. يعني ايه؟ يعني تتجوزها انت. انا؟ انت باين عليك اتجننتي. تضحيه من شاب نبيل زيك ترضي العائله اللي احسنت اليا وترضي البنت. لكن انا ما بحبهاش. اللي بحبها، اللي بعبدها، اللي مشغول بيها قدامها ايه؟ مش هتشوفها قدامك بعد كده. في امكانك تدوس على قلبك. مش ممكن، مش ممكن، ده يستحيل. محمود، تصور الجرح الاليم اللي انجرحت امها نهار ما فهمت غلط ان المقصود بالخطوبه بنتها اعتدال. انت عاوز الحقيقه؟ انا النهارده بشك في حبك ليا. محمود، اللي ترضي ضميرها وتحاول تدوس على قلبها وتبعد عن حبيبها كل فضيحه وعار. فضيحه وعار؟ انت قصدك ايه؟ باي وش نتجوز بعض بعد ما عرفت والدتك انا مين وجيت منين؟ نرجس حبيبتي، انا عرفت كل شيء، لكن اسمعي، الوجود كله ما يسويش ضفرك عندي. انت بريئه، انت طاهره، انت مظلومه. الذنب كله مش ذنبك، ذنب اللي جانوا عليكي وبكل سفاله تخلوا عنك، اللي خلفوكي في غرامهم الجاحد وما لقوش في ضميرهم هاتف يهتف في اعماقهم ويقول لهم انتوا سفله، انتوا وحوش. نرجس بقى اسمع يا شداد بيه. اولا اسمي رشاد مش شداد. اسمك جسمك ما يهمنيش، المهم عندي نرجس بنتي انا ما تخرجش من هنا ولو اتربقت الدنيا على بعضها. دي حته من لحمي، دي تربيتي انا، والمثل بيقول اللي ربى خير من اللي اشترى. يعني ما اتكلمش انا. يهو يا بنتك انت لوحدك، مش انا كمان امها مربياها وتعبانه فيها؟ وما تنسوش كمان ان لها اخت. طيب طيب يا جماعه ما تزعلوش، اللي ربى وتعب احنا مستعدين نعوضه، اي مبلغ تطلبوه هندفعه. ما شاء الله، يعني نبيع بنتنا في المزاد. تعرفوا لو رصيتوا الذهب قدامنا الوفات انا ما فرطتش بشعره منها. انا ما خبيش عليكم، انا عمري ما حسيت اني بحبها من قلبي الا النهارده. يعني مفيش فايده؟ مفيش فايده الا انكم تتفضلوا من غير ما ترود. طيب انا عندي حل كويس. اتفضل. انتوا مش بتقولوا ان البنت بتحبكم؟ بكل تاكيد، وانها ما تقدرش تستغنى عنكم. دي عايزه كلام؟ حس كده. ايه المانع عندكم ان البنت نفسها تبقى صاحبه الحق في تقرير مصيرها؟ ما عنديش اي اعتراض. عندنا عندكم، على العموم اللي تحكم هي بيه نقبله. على شرط، لا معارضه ولا نقد ولا ابرام ولا تاثير من اي ناحيه، وهو كذلك. اتفقنا؟ اتفقنا قوي. اتفقنا خالص. حس كده روحي اعتدال اندهي للمحكمه. حاضر يا بابا. لا يا بنتي، ما يصحش بنت تشكر ابوها على التربيه. والست اللي اعتنت بيا وربتني. ربي اقطعني يا بنتي، يا ما زعلتك يا ما قسيت عليكي، وانت تجازيني بالطيب. والاخت الشفوقه اللي هونت عليا الدنيا بعطفها وحنانها. ده برقتك واخلاصك يا نرجس. ازاي افارقهم بعد ما انزرح حبهم جوه قلبي؟ جايين دلوقتي تاخدوني من اول ناس فتحت عيني لقيتهم. صحيح يحز في قلبي اني عايش مجهوله الحسب، والناس تشاور عليا وتقول اهل بنت. نرجس انت بنتي وحتفضلي طول العمر بنتي. لو انتم في مركزي، مركز انسانه موصومه بالعار، شوفوا احساسكم يكون ازاي. انا عارفه لو جابوا لي مال الدنيا كلها مش ممكن هحبهم ربع الحب اللي بحبه لكم. لكن اللي يهمني دلوقتي شيء واحد، هو ارجوكم تعاونوني عليه، هو اني اقدر اواجه الناس باني زيهم من اب وام. استنوني انا داخله البس. احنا انا مش عارفه ازاي هنقدر جميلكم ده طول العمر. تاكدوا ان في مقابل اللي عملتوه في بنتنا انا مستعد. لا مستعد ولا حاجه، المكافئ ربنا. اعتدال
انت زعلانه مني؟ انا مفرقاكم غصب عني. تاكدي انك انت وهما في فكري على طول، في قلبي من جوه. البيت اللي رباني هعيش بذكراه طول عمري. تاكدي ان زيارتي مش هتنقطع عنكم ابدا. انا منكم وانتم مني يا حداد. خليتك بعافيه. اعتدال نرجس، انا ليا توصيه عندك. خلي بالك من محمود. عوام على دماغك من بدري، كل انعوج واللي انتنى على قلبنا. يا ندمتي يا دي الخسارة، 5 طبق يتكسر النهاردة. وكلهم 7، عبال ما يجي العصر تكوني شطبتي على الباقي وناكل بقى في طقطيق السجاير. لا حول الله يا ربي، انا عارفة اصطبحت بوش مين النهاردة. بوشك طبعا، لازم بصيتي في المراية. فين ايدك الحلوة يا نرجس؟ نرجس عرفت قيمتها دلوقتي؟ ما هو المراد ما يقراش الفتحة الا ساعة الغرق وبس. والله البيت صفصف على دماغنا، كانت مونسانا واخدة حسنا، كان وجودها في البيت بمقام 10. عشرة وبس، عشرات العشرة. طيب ما قلنا طيب هنفتح انفتح في نفوخك طقطق. نرجس لمؤاخذة جت فيك يا محمود. يا معلش معلش، يلزم خدمة. أيوة عاوز أقابل نرجس. نرجس نرجس اخصى على الزمن. إيه نرجس جرالها حاجة؟ لا بعد الشر، بس عزلت من هنا واتحرمنا منها، مش هنشوفها تاني. إزاي؟ هربت وعملتها؟ لا عملتها ولا حاجة، أصل أبوها وأمها. أبوها وأمها؟ أنت بتقول أبوها وأمها؟ أيوة أبوها وأمها الحقيقيين جم خدوها، ولا فضلش حد هنا الا انا وشر البقر اللي ما تتسماش. واعتدال. محمود. انا ما بقتش محمود، انا بقيت محموم. بلغك الخبر؟ وهدي كاني. انا عارفه كنت بتعزها اكتر ما بعز روحي. احنا الاثنين جرحنا واحد، اتحرمنا سوا من نرجس. اولى بينا يا محمود نواسي بعض. خدني من دلوقتي صديقة مخلصة. بعد صداقة نرجس ما بقليش حاجة في الوجود. ما اقدرش طبعا اعوضك عنها، لكن يمكن اقدر اخفف عنك في بعدها. انا يا محمود اضحي كل شيء عشان اشوفك مرتاح. لما رضاك يكلفني حياتي ما تأخرش. يا ريت يكون شعورك كده من ناحيتي. اعتدال عيبها ايه؟ مالها؟ حلوة متربية، اتجوزها. لا يا نرجس ما يمكنش، يستحيل، ما يمكنش ما يمكنش ابدا. وما يمكنش ليه؟ من شان اصول لياقات خانم. هو يعني اصول لياقات ما يبقاش الا بالنفخه الكدابه والهدوم اللي تبرق. مقامات عصر الجناب عالي نرجس خانم، وهي كريمه صاحبي عزت رشدتك شوباكلي. ادي اللي زاد راخر شوباكلي اخر الزمن. افت في زمن كان حظيكم جايب سنين طويل في السفر. صحيح، ولو اني ما فهمتش حاجه. كتر خيرك. مادام كي حضرتكم رجعتم مصحوب بالسلامات، واجب في ضروري مناسبات مخصوص البس افخم ملبوسه. ايه رايكم في الفستان ده بقى؟ مش جميل؟ جميل جدا الموزيل، برافو عليك. انت عايزه الحق اللي زين الفستان الحشو بتاعه، بنتنا هي اللي قمر. انا رايي مع البي، الهانم الصغيره هي اللي. تسمحي تطلعي معايا فوق علشان نقيس الفستان التاني بالمره؟ بكل السرور. عن اذنكم اتفضلي. يا سلام يا اخواتي، يا سلام.
الله، انت ناوي تحسد لي البنت ولا ايه؟ ما تمسك الخشب ومات. امر يا اخواتي، ربنا يطول في عمري. عمرك؟ ايوه، عشان اسعدها واهنيها. اسمع يا رشاد. نعم. ايه رايك؟ انا مش عاوزه اعزم في الحفله اللي هنعملها النرجس بنات من سنها. امال يعني هنعزم لها عواجيز من سننا؟ انت مش فاهمني، انا مش عايزه اي بنت في الحفله تغطي على بنتنا نرجس. لا، من الناحيه دي اطمني، ما تخافيش، اعزمي بنات الدنيا كلها، وانا واثق ان جمالها وخفه دمها هيطغوا على الف جنبها. اصلي مش عاوزه ان عين فؤاد بيه تزوغ لا هنا ولا هناك، عاوزه ان اهتمامه يكون لنرجس بس. ليه انت ناويه تعزمي فؤاد بيه؟ مش تفتكري انه لسه بدري شويه؟ ليه، اهو خير البر عاجله، ثم البنت كفايه جنين عليها في الاول، دلوقتي لازم نفكر في هنائها وسعادتها. معاكي حق، وبكده نكفر عن جريمتنا القديمه. انا في نظري انه فؤاد هو التكفير، ولد شاب غني مودرن كل بنات الزواج تتمناه، وخساره ان واحده غير بنتي نرجس هي اللي تتجوزه. نرجس، اما احنا يا نرجس فكرنا لك في حته دينا عريس غني مش كده؟ جدا. يا سلام، انتوا فاكرين ان السعاده بس في الغنى والمال؟ وهي الام اللي تدور على راحه بنتها تضمن لها الحياه السعيده بايه غير كده يا بنتي؟ احنا كبرنا يا بنتي وعرفنا الحياه اكتر منك. على العموم ده رايكم اللي يختلف عن رايي، لكن انا عايز اعرف ايه اللي خلاكم تستعجلوا بالحكايه دي؟ اوام اتضايقتوا مني؟ ما تقوليش كده يا نرجس، احنا ماما ان كنتم عاوزين صحيح تريحوني سيبوني على حريتي، ارفض اللي ارفضه واختار اللي اختار. قالوا الربيع والغرام جنة ورد، وانا فيها ابتسام وانسجام، والحب عين وانها. وقفت يا ربيع على بابك وقلت ينعشني شبابك، لقيت هواك احلام وجنتك اوهام، لا غنى طيرك على غصنه خف ليبي، ولا ودك تبسم حسنه بعد حبيبي. وانا والحبيب وانت حتضمنا امتى؟ قول يا ربيع، قول يا ربيع، قول يا ربيع امتى؟ كل ذل رضينه وتاج العفة في جبينه، وزينك قبل ما تزينه. حبيبي لما يغدرني غرامي فيه صبرني، وبكرة صبر ينصرني. هاك
يا ورد من خده وآه لما تشوف قده تقول وياه يا مين قده. علي المحتار مجروح ملوش جراح عايش في جنة ونار من شوقه غنى وناح وصبرت على اشواق يا قلبي في بلواك والحب يا عشاق وردة ولها اشواك والحب يا عشاق وردة الحب يا عشاق وردة ولها أشواك الحب يا عشاق وردة ولها أشواك الحب يا عشاق وردة ولها أشواك. أهلا أهلا. تسلم رجليكي وإيديكي وعينيكي واللي كب العسل الأبيض عليك. وحشتيني قوي يا نرجس. لا يا ندامة تقعدي من غير ما ننفضلك ونفرشلك. يا قلة الحرير يا قلة القطيفة. يا سلام يا نينة، هو أنا غريبة عنكم؟ يا سلام يا أختي، ده أنت الورد ينفرش تحت رجليك. ورد؟ ده الورد والفل والياسمين اللي في الدنيا كله ما يكفيهاش. يا أختي اسم الله اسم الله، النبي حسك وحميكي. استغفر الله. قوليلي طمنيني، بابا استلم وظيفته؟ أمال البركة فيكي يا عنيا. أبدا، ده بابا رشاد هو اللي شاف له الشغلانة دي. يا أختي إلهي يكبر بخاطرك يا ست نرجس. ست؟ اخسى عليك يا نينة، هو انا غريبة عنكم؟ لا خلاص انا زعلت منك. معاش اللي زعل بنتي. بابا بنتي حبيبتي يا روح عليكي. المهم دلوقتي انا عزمكم الليلة الجاية عندنا. عزمنا دي؟ اصل عاملين لي حفلة كده صغيرة وعاوزاكم تكونوا معايا. حفلة ده احنا نيجي على عنينا. يا سلام يا بابا. ايوه والنبي يا نينة نروح. الله يخليك يا بنت. اتجننتي انت وابوكي؟ يا راجل هو انا وانت وش حفلات؟ امال يعني وش سد؟ البركه في اعتدال، شباب زي بعض. واحنا اللي عجزنا ما احناش وش ذلك. ايوه يا اخويا لحينا في الكلام وخلينا ننسى الواجب. روحي يا اعتدال اعملي كوبايه شاي لاختك. حاضر يا نين. لا لا اعتدال تعالي تعالي بلاش تعملي. وده صح. ولزوم ايه التعب ده بس؟ تعبك راحه يا اموره. انا شايف اوتومبيل قدام الباب. هي نرجس هنا؟ ايوه جت تزورنا. ابوس ايدك ابوس رجلك اندهيها لي. حاضر نرجس. يخليكي يا اختي تسمحي دقيقه واحده بس. دقيقه واحده؟ قولي 10 20. يا سلام يليلك يا بعيده. ملبوخه في ايه؟ هي طبخه؟ ايد على ايه بتساعد يا نينا؟ وماله مش اختها؟ يا حلاوتك يا بابا يا حلاوتك. ليه في ايه؟ بس ادخلي. نرجس كده برضو بعد الغيبه دي تيجي ولا تدينيش خبر؟ لكن انت ايش عرفك اني انا هنا؟ انا ليه هجازه منك بالهجران ده؟ ما كانش بودي ابدا. لكن نسيت اقول فين وعودك؟ فين اخلاصك؟ لو اعرف بس ايه اللي غيرك. انا ما تغيرتش ابدا. الظروف هي اللي تغيرت. محمود انا كنت وصيتك على اعتدال. عملت ايه في حكايتها؟ حاولت يا نرجس، حاولت كتير لكن قلبي ما تعنتش ما يتحكمش. اقدر على كل شيء الا حبك. الدنيا كلها ما تعوضنيش عنه، لا اعتدال ولا الف زام. Thank you.
صف الشاي. تصفى عينك يا بعيده، هي دي بقت وش خدمه؟ هي دي تستحمل تعمل الشاي؟ سايبها وجايه تنيلي ايه؟ جايه تحببي ايه؟ سايبها تذكر الفقر القديم لحسن تنساه. مسكينه من كتر العز ايديها وقفت بدها تلينهم شويه. يا رب اقطعني، يخدم ايدك، امال انا هنا بعمل ايه؟ انت الخير والبركه، يجيلك كل شيء لحد عندك، اتفضلي. طول عمرك بنت الاصول. امال بنت ابو الفرج. يا روح على جمال الشاي. خدي يا اعتدال. الله، انت بتعيطي؟ انت بتحبيه؟ مين هو؟ محمود. ابدا ابدا. ماما تأخرتي ليه؟ شغلتيني عليكي. ماما. ايه يعني ماما؟ كنت بتتكلمي مع بابا على واحد اسمه فؤاد. لا لا لا، انا وابوكي اتفقنا ما نجيبلكيش سيرته ونسيبك على حريتك زي ما قلتي. انا مش قصدي، بس بسألك، فؤاد ده شكله يبقى ازاي؟ فؤاد شاب مودرن من طبقة الراقية، بيصيف كل سنة في اوروبا و... كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني اخلاقه. يقدر يحتمل إنسان إن جرحت كتير من الزمن وتعذبت. من ناحية أخلاقه وطبايعه اطمني. أنت عارفة يا نرجس إن راحتك هنايا يا بنتي، سعادتك هي كل أملي ومناية. ماما أنا ما عندي شك في كده أبدا. تصبحي على خير. كده على طول من غير بوسة لمامي؟ حاضر. وانتي من اهل الخير. ايه اللي موقفك كده يا ترى؟ انا سعيده قوي، انا اسعد ام يا رشاد. ربنا يسعدك كمان وكمان. نرجس يا رشاد. مالها؟ يظهر انها قبلت فؤاد بيه. صحيح، على كده هتبقى الحفلة عظيمة جدا. اتأخرتي، الحفلة على بعضها تحت. لا لا يا ماما، أنا مكسوفة خالص من الفستان ده. مكسوفة من الفستان ده؟ ما تقوليش كده، ده انت دلوقتي هتشوفي العينين هتاكلك ازاي على الجمال ده، على الأوام ده.
ربنا يحميك يا بنتي. ماما انتي بتعيطي؟ بعيط بالعكس ابدا يا نرجس. زعلانه من حاجه؟ زعلانه؟ ده انا فرحانه، فرحانه قوي. هو اللي يفرح يعيط؟ الفرحة ما يزيد عن حده تعبر عنه الدموع. الحمد لله لك يا رب، شفتك شابة عروسة تشرح القلب. ماما أيوة، عال عال عال، انتوا نازلين بوس في بعض هنا والدنيا زيتها تحت. يلا اتفضلوا معايا، يلا أجلوا الحب ده لبعدين. يا باش يا باش، مين حضرتكم؟ يامي حضرتكم ده ايه؟ اوعى كده خلينا فوت وانت عامل لي زي بتوع الدندرمة. سوس يا حاجة كسوسة في عظمك، ده انا اخت اختي نرجس. اعتدال عن اذنكم. اعتدال اختي اختي اختك مسامحات يا فندم، كان لازم تعليمات اعتذارات مرة ثانية يا فندم. معلش يا عم رستم، وده يطلع ايه بقى؟ قولي لي قبل نينا وبابا فين؟ بيعتذروا لك يا نرجس، ما قدروش يجوا. على فكره خد دول طلعهم اوضه ستك نرجس. استنى وخد دي عشان ما تمدش ايدك على حاجه من اللي في الكيس. يقطعك يا اعتدال، اهدى انت. ايوه يا ستي كل سنه وانت طيبه طالعه جديد، والنبي بابا ما هن عليه دقها من قبل ما تاكلي منها. تملي فاكرني، ان شاء الله ما تحرم منك ابدا يا بابا. ايه وانا ماليش انا كمان دعوتين يا نرجس؟ اهلا اهلا باخت نرجس. اهلا بيك يا استهانه. امال فين بابا وماما؟ اصلهم لا لا ما تدافعيش عنهم، ارجوك يبلغيهم ان انا زعلانه منهم جدا، ولو ان البركه فيكي. خليك يا نرجس يا حبيبتي مع اختك. جرأي يا رشاد بيه، مش ناويين تدخلونا البوفيه ولا ايه؟ ايوه حالا، بس لحظه لما يجي فؤاد بيه. انا اهو فؤاد بنفسي. فؤاد فؤاد بس ارجوكم، انا ما احبش حد يتحجج بيا ولا حد يقطع في فروتي. اتاخرتي كده ليه يا فؤاد؟ وصالك يا كذاب. الله انت هنا يا فوفو. ما كلمنيش، انا زعلانه منك. الله ولماذا انت زعلانات؟ عندها حق، بقى تيجي هنا ولا تروحش في البارتي بتاعها، مع اننا كلنا كنا منتظرينك. وبرضو برضو اصل بابا كان فاتجيه تعبان شويه. معذور يا اخواتي، اسالونا انا. ايوه اسالوها هي وسيبوا موا. ويطلع مين الفؤاد بيه ده؟ واحد غني وعاجب بابا وماما وعايزين يجوزوهولي. غني؟ تعرفي انه مش بطال. اعتدال انت بتقوليها من قلبك ولا ايه؟ مفيش لزوم يا سيدي. اقدم لك نرجس بنتنا. قول لها كلبتي عربي من فضلك، ما يفهمش الله عربي. اقصد انك في منتهى الجمال يا مدموزيل نرجس. اولا نرجس اهي مش انا، سلامة نظرك. ايوه فعلا انا اعمى، انما زي بعضه يا ستي، هي نرجس انت فلة. نرجس وفل، تكونش حضرتك بتشغل جنايني. ايه مش يلا يا جماعة على البوفيه بقى؟ فؤاد خد دراع نرجس. حاضر اتفضلي. أختي العزيزة اعتدال، لا تعتبي على تقصيري في زيارتكم يا اعتدال، فأنا مشغولة بمعدات زفافي القريب إلى فؤاد بيه الذي تمت خطوبتي له ورضيتها عن طيب خاطر لكي تسعدي بحب دائم مع محمود. رستم في خدمات حضرة خانم عوامر كريم. وصل الجواب ده حالا لاعتدال هاني. نافذ ارادات يا فندم. ست مين؟ والله ما اعرفش، هتشوفوا حضرتك في الاوضه بتاعتك. ميرسي. خبر افتكر هتزعل لما تسمع. ايه نرجس جرى لها حاجه؟ ايوه هتتجوز. تتجوز؟ تتجوز مين؟ واحد اسمه فؤاد بيه. غني طبعا. محمود اوعى تفكر ان نرجس تبيعك بالمال، نرجس بتحبك، ولو خيروها بينك وبين المال اللي في الوجود كله ما تختارش غيرك. انما ايه؟
انا هصرحك بكل شيء. نرجس متصوره اني انا بحبك يا محمود، وعشان ما هي عايزه تسعدني عايزه المسكينه تشقي روحها وتدوس على قلبها وتمشي من طريقنا. لكن انتي، انا اكون كذابه لو قلت اني مش بحبك يا محمود، لكن حبي لها اكتر، ويستحيل اقبل التضحيه النبيله دي اللي تجني عليك وعليها. اعتدال، انت كبرتي في عينيا، انا ماليش اخت، لكن انا هعتبرك من دلوقتي اكتر من اختي. وما دمنا اخوات يا محمود لازم نتعاون سوا عشان نخلص نرجس من الجوازه دي. اعتدال، اعتمدي على الله وعليا، انا هعمل رابع المستحيلات علشان امنع الجوازه دي. انا ما بحبش وحقول حبيت، ويا قلبي يا قلبي عالصبري نويت، وحقول حبيت، وانا ما بحبش. وانا قلبي حزين، واقول يا قمر هلل، انا ما بحبش وحقول حبيت، وحقول حبيت، وانا انا ما فندم لازم سرعات لي فساتين زفاف اسمات له نرجس خاني. كويس قوي. والرشيدي بتاع الموبيليا كل شيء عالي استا فندم. طيب عال روح انت شوف شغلك بقى. ايش اذا حصلت يكون في فاهد كلمة؟ ايه يا ترى؟ لمناسبة زفاف ميمون كريم اسمات له نرجس خانم محفوظ بعناية الله، انا كان لازم يلبس بدلة جديد. لا يا رستم انت جمدت قوي. ايه يا فندم؟ كان لازم يلبس 100 بدلات، 1000 بدلات،
كريمتي حضرتي مبجل يعظم جوزال نرجس خاني. الله يجازيك يا رستم. حاضر كل اللي انت عاوزه، مفيش حاجه تغلى على فرح نرجس ابدا. تشكري الدارمة. وانا يا ست دريه ابو العروسات، مش لازم كمان واحد بدلات؟ امال يا فندم، بوسات وبدلات وكل اللي انت عاوزه. ده 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 ايه البوس الحامل اللي طالع من جوه قلبك الفرحان؟ امال يا ستي من قدك ام العروسه. فؤاد ده مالوش صباح اي حاجه؟ اهلا فؤاد بيه. صباح الخير مدموزين نرجس. انا نسيت ايه، مش عارف ايه. ايوه افتكرت، تعالي يا دريه ساعديني في ال اساعدك في ايه بس؟ في القميص بتاع الزرار. في ايه؟ في الزرار بتاع القميص. طيب. انا شفت حلم وكنت لابس كده اصفر واخضر وابيض ورمادي ولبني كده، يعني كده فيا ملامح من البغبغان، وكنت راكب عربيه قد كده من بتوع الاطفال، وكانت بتجرني كماريرة جميلة قوي قوي قوي. تعرفي مين هي؟ انت. استئذان افندي حضرتاني. نعم. في ايه؟ موجود برا فاحل افندي، اطلب مقابلة، اسمه محمود افندي. محمود، خليه يتفضل. عمري كريم حضرتاني. اظن انا دلوقتي ملياش لزوم، مش كده؟ اتفضل. لا لا خليك، انا محتاجه لك. كمل لي حكايه الحلم اللطيف. يا سلام عليك وانت لابس احمر واخضر وابيض واصفر، تمام زي البغبغان اللي كنت بتكلمني عليه. محمود. نرجس، ايه اللي انبسط ده كله؟ تكره اني اكون مبسوطه؟ ايوه، انت تكره انها تكون مبسوطه؟ بالعكس، بس يكون على حقيقة. لكن أنا شايف. أنت حر تشوف اللي يعجبك، لكن أنا أؤكد لك أني مبسوطة مبسوطة مبسوطة. أنا نسيت أقدمكم لبعض، حضرته فؤاد بيه خطيبي. إيه؟ ده خطيبك أنت؟ تشرفنا. أقول لك الحق، أنا ما تشرفتش. مش ضروري واحد زي حضرتك يتعرب واحد زي حضرتك. اخرس. تعرف إنك برضون، سامحني مقدما، انك قليل الادب. تعرف اني ولا مؤاخذه هكسر دماغ حضرتك. لا، انت لازم تفهم، لازم تتنبه. انا دمي ابتدى يفور يفور. انت فيه دم عشان يفور ولا يغلي؟ محمود، ما يصحش ابدا. ازاي تهين خطيبي؟ خطيبك انت لسه بتقوليها؟ ايه، مش مصدق؟ مش ممكن اصدق. السحر ده، الرقه، الجمال، مش ممكن يقع فيه. نرجس، انا جاي مخصوص علشان اقولك ان التضحيه اللي انت ناويه تعمليها علشان تشقي نفسك وتسعدي واحده غيرك. ارجوك، مفيش لزوم للكلام ده. لا، فيه لزوم قوي. انت لازم تفهمي ان لا انا ولا الانسانه التانيه هنقبل التضحيه الاليمه اللي انت ناويه تدفعي ثمنها غالي من حزنك ومن تعاستك. انا مش فاهمه حاجه من الكلام ده. لا، انت فاهمه قوي، بس لازم تعرفي ان مش ممكن الجوازه دي تتم. اوروفار يا مقطف. اوروفار ايه؟ ايه؟ ايه مالك؟ ايه مالي ايه؟ عمال يقول يا مقطف واعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول لك تعمل ايه؟ ايه؟ شايف المرايه دي؟ ايوه. تقف قصادها وتضحك على المقطف اللي جواها. حاضر. ايه؟ انا مقطف وانت ايه؟ طيب. من فضلك. حضرتك فؤاد بيه مش كده؟ لا، انا مقطف بيه. ايوه انا فؤاد بيه. افندم، ومين حضرتك؟ انا اخت اختي. اخت اختك؟ ومين تبقى اختك؟ نرجس. نرجس، انا كمان بقول ايه الريحه الحلوه دي افندم. نعم يا ست اختي نرجس، انا عندي حكايه مهمه جدا عايزه اذا سمحت احكيها لك. انا ما عنديش مانع. يا ست اختي، اختي نرجس. افندم بقى انا. ايوه. مش احسن نتمشى شويه؟ نتمشى بس، ده احنا نجري نرمح. اي خدمه. اتفضلي. ايوه اتفضلي. الموضوع كله حكيته لك زي ما هو، اظن كسرت لك دماغك. لا بالعكس، ده انت كسرتي لي رجليا. انت ما قلتليش احنا فين دلوقتي؟ شوف قد ايه جمال الطبيعه، شوفي قد ايه جسمي اتبهدل من المشي. مسكين انت. فاكر؟ طب يلا نقعد. ايه، صعبت عليكي؟ صعبت عليكي قوي قوي قوي. وانا كمان صعبت على نفسي قوي قوي قوي. لكن انت ما قلتليش احنا فين دلوقتي؟ زهقت مني.
ايه السؤال البايخ ده؟ هو صحيح بايخ انما يعني خلاص انا ما عدتش اسالك احنا فين دلوقتي عشان انا عرفت احنا فين دلوقتي. صحيح بذمتك ابارول دونور يعني مادام احنا سوا نبقى في الجنة. يعني مبسوط؟ عظيم. ومش تعبان؟ هتعب من ايه؟ انا مستعد امشي معاك لغاية اسوان. الله احنا سرحنا. سرحنا كده يجي 15 كيلو مشي. سرحنا عن موضوعنا يعني. الحل بقى قول لي الحل ايه؟ الحل ايه؟ انا اقول لك الحل. تقول لي الحل بقالك ساعه لو قلت لي الحل وانا رفض. لازم نعجل بجوازهم اوام. كويس. وكل ما قدمنا يوم كل ما كان احسن. ايه رايك في الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي ايه رايك انت ببكره؟ بكره؟ طب وهنطبع الدعاوي امتى ونعزم الناس امتى؟ خليها بعد بكره. بعد بكره؟ والله فكره. بعد بكره الخميس ليله الجمعه تبقى ليله مبروكه. دي هتبقى ليله معلم بها لربنا. ابقى انا موجود في الدنيا ونرجس ترمي روحها في النار بايدها. والنبي ما بقى عواما حصل كده. عواما؟ ده انت ما تقيش فلوكه صغيره حتى. انا وياكم مقايس عن كل شيء. قطع رقبتي وحطيتها على كفي. بس قولوا لي ايه التوضيب؟ ايه الترتيب؟ يلزمنا قوه؟ يلزمنا عافيه؟ يلزمنا جهنميه؟ يلزمنا حراميه؟ بس لو كنتم تطوعوني ارتاحوا انتوا. يا برودك يا بنتي. لا اقطع لسانك يا اخي. جاك قطع رقبتك. شاهدين حقكم عليا انتوا الاثنين. ابوس ايديكم ابوس رجليكم. النهارده الخميس النهارده الفرح. ممنوع. استنى بردة ايه وخردة ايه؟ انا جاي مع البيه. ايوه معايا انا سيبه. عدم مؤاخذات يا فندم. لا مؤاخذات ولا عطيات. وصله فوق عند ست نرجس. اتفضل يا فندم. الله يجازيك مسبوك في اللبس تمام زي بتوع البنوك. اوامر يا فندم. ابو الفرج دي لازم وصل جناب شيال معه هديات. ولا يكلف نفسه بالهديه دي. لازم ابو الفرج بيدي جاني كتير اعطيك قروش. خليه يدخل. يلا يا فندم. ايه ده محمود؟ ايوه محمود اللي مش هتعرفي تتخلصي منه ابدا. اللي مش هيفرقك. يا ندمتي انت اتجننت ازاي دخلتي هنا؟ جاي علشان امنع الجوازه دي. احلف لك واختم لك انها مش هتتم. وانا قلت هتتم. يعني هتتم من رابع المستحيلات. لا هتتم. وارجوك دلوقتي تنزل من هنا حالا. مش نازل. هزعق وصرخ. ما تقدرين؟ اقدر. طب وريني كده اهو. سيبني. لو سبت الباب يخبط. خليه يخبط. افتح لهم. وليه تتعبي نفسك؟ افتح لهم. قلب محمود ما تبقاش مجنون. حبيت اكون عاقل مرضتيش. نرجس ايوه يا ماما. لو سبت هقول لها ايه دلوقتي؟ طيب
هزعق وزي ما ترسي. يا ماما انا تعرف لو كملتي حلمي نفسي من هنا. صحيح هتنقطي من رقبتي لكن هتيجي النيابه والبوليس والاسعاف، وبدل ما تكملي الفرح هنا هتكمليه في البوليس والدنيا عقلك بقى لما تطلع لك عفريت. لا لا يا محمود حرام عليك ما ترميش نفسك. نرجس افتحي يا نرجس. ايوه انا نازله يا ماما بس ملخومه ملخومه. يا حبيبتي يا نرجس. وبعدين في الغلب ده خلاص خلاص بتلبس خلاص. انا مش بقول عليها بقول على العريس. مال تتصوري انه لحد دلوقتي لسه ما جاش؟ ما كلمتوش في التليفون؟ قالوا لي انه نزل الساعه 4. طب والناس قلقانين وكل اتنين في ودن بعض. خلي العوالم ترقص تغني تعمل اي حاجه تضيع الوقت. رقصهم يا ستي انخلع وسطهم من الرقص. هم هيرقصوا كم مره؟ الحمد لله اهو. جرايه يا فؤاد بيه. ايه ده يا فؤاد بيه حرام عليك نشفت دمنا. مفيش وقت للعتاب. رستم فندم قول لستك نرجس هنا مستعجلها اوامر. حاضر يا فندم. خد اسمع يا يلا يا فؤاد بيه اتفضل. على فين؟ على المأذون اللي مستني من الصبح. مستني علشان ايه؟ اصلهم لسه ما يعرفوش ان انا اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه اقدم لكم عروستي. مين؟ انا مدام فؤاد بيه. عمان ايه مالك في ايه؟ مصيبات فضيحات فضيحات على دماغك في ايه؟ عروسة كريم نرجس خانم مالها؟ مش موجود. هرب. مش موجود ازاي؟ راحت فين؟ راحت تتجوز. تتجوز؟ تتجوز مين؟ اللي بتحبه بيحبها. محمود. محمود محمود محمد زيد عمرو. الاسامي انا ما تهمنيش، انا تهمني سعادتها وبس. احمدك يا رب. اهو كده هو انت دلوقتي تبقي الام العاقله الحنينه اللي ما بتفكرش الا في راحه بنتها وبس.